فضيلة الشيخ، مرة في درس السبت في المحاضرة السبت إنسان أعطيه حجة، وجاء سؤال على الموضوع، وفيتم جزاكم الله خير أنه من أراد أن يأخذ دراهم لي حج له ينوب عنه إنسان ثاني، وهذا الناس يختارون الإنسان بشخصه، لا يختارون الحجة بنفسها، لأن الإنسان بعض الناس يطلبون بالمعروف يحج عن ميته، وبعض الناس يطلب بالمعروف أن يحجه ما يرضون. نعم، الظاهر لي أنك يعني فهمت خطأ، لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا. أما إذا قل إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج، فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأن أنا ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر. نعم، هذا هو الواقع. أما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام. جعله مثال الشيخ عن البيت، أن الإنسان يستأجر بيت، إنما هذا اللي جعله المثال هذا، إن الإنسان يستأجر بيت وله أن يوجر على الإنسان بقل من ما يستأجر به هو نفسه. بأكثر مما يستأجر هنا. لا، هذا قياس مع الفارق يا سليم. لأنه مرة في السؤال نفسه. أي لا، هذا سؤال مع الفارق. لأن سكن البيت ما يهم المؤجر، سكنه زيد أو عبيد. ولهذا قلنا بشرط أن لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا من المستأجر الأول. هذا غير هذا. فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره. مثل أفرض أني مثلا استأجرتك تنسخ لي كتابا، لا يجوز أن تعطيه غيرك ينسخه، يعني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر. وهكذا الحج. نعم، جزاك الله خير. مثل السؤال هذا، مثل إنسان يجيني يطلب من المعروف هي أخذ عن خاطر ولا ما أروح عن أبوك؟ إيش هذا يعني؟ إيش إنسان يقول لك تحج عمي؟ أي نعم، ويثب لح علي السؤال. أنا قلت لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب، يؤجر عليه الإنسان.